هناك وسائل الإعلام الآن باش يتم باش يتم الدور ديالنا يتم الدور مع إخراجي أوق فيني هذا طلب من الجمعية العامة طرف كاينه مسرحيه سيناريو احبك مسرحيه المسرحيه كبيره انت وتتهم الناس بالبلدان ترت الاحرار ترت الاحرار من القاعه الصوت الحر تدخل من اصوات الحر من القاعه عمري 65 سنه السجن اهون ان اعيش في ظل هذه المساله السجن اهون ان اعيش في ظل هذا في سبيل الحرية معامرة ضد الله معامرة ضد الله الاجتماع معلق إذا الاجتماع معلق تخرج المستشفى المحترم أنا السلطات اللي يمكن رجعوا للسلطة القوة العمومية لإخراج الإخوان رجعوا للإخوان القوة العمومية منكم الهدوء وكل واحد ياخذ نصره بلا قوانين. انا مستعد تحت مجموعه من الاسئله من اجل النقاش الجاد هاهما اضيفت الى جدول الاعمال وخوفا من مناقشه ضحايا ابوجا ضحايا ابوجا حنا على ماشي بلا مفهومه كاينه معكره صفوه الثوره سانسحب من كل روحي الرياضيه وساعبر عن مواقفي نشكر وسائل الإعلام اللي تتواكب هذه الجلسة الحدث لأول مرة في تاريخ جلسات ودورات والجمعيات العامة ديال غرفة الرباط سلا القنيطرة الآن أصبحت الغرفة تتحرك بفضل المجهودات الجبارة ديال المستشارين الشرفاء اللي جايين خصيصا لتمثيل الصانع التقليدي لا أقل ولا أكثر. هناك حملة مسعورة نظمها السيد رئيس غرفة جهات الرباط سلا القنيطرة عبد الرحيم الزمزامي ضد عبد ربه وكريم مصطفى الذي يقر أن في جلسة علنية وعامة يريد تمرير نقطة وهو رفع دعوة قضائية ضد المستشار وكريم مصطفى لأنه يعني أكل نوعا من السب والشتم واتهم السادة المستشارين بأنهم تقاضوا رشاوى من أجل التصويت على رئاسة المجلس. بالله عليكم هل يخفى على الداني والقاسي الحركات الانتخابية داخل المملكة المغربية؟ لا نسيء لمملكتنا ولا نقول بأننا مملكتنا تسير من حسن إلى أحسن، ولكن علينا أن نحارب لوبي الفساد الذي عشعش على رئاسة هذه الغرف غرف الصناعة التقليدية. إذن الحدث اليوم يتم التصويت على مشروع لأول مرة في تاريخ غرف الصناعة التقليدية عبر لوبوع المملكة يصوت ضد قمع الرأي الحر. أقول للسيد الرئيس لأنني تقدمت بمجموعة من النقاط، هناك صناع تقليديون تقدمت بصناع الذين توجهوا إلى أبوجا للمشاركة في المعرض بنيجيريا ضاعت أمتعتهم لمدة ما يفوق 6 أشهر. لما سألت الرئيس عن مصير هذه المعدات وهذه المنتجات قال لي راك وصلت الجزائر. فبالله عليكم هل هو الضحك على الدقون؟ واش حنا عندنا قطيعة مع العلاقة مع الجزائر؟ لا برا ولا بحرا ولا جوا، والسيد الرئيس يتهكم علينا ويقولون بأنها وصلت إلى الجزائر. إذن ستنطلق من الجزائر مرورا عبر أحفير ثم وجدة ثم تستقر بالرباط. إذن أقول لكم أشكر جميع وسائل الإعلام لأن هذه مساندة مادية ومعنوية من أجل إعلاء صوت الحق، لأننا جئنا ندافع عن صانع التقليدي لا أقل ولا أكثر. هذه أمانة. ولما وجدت اتهام لمجموعة من المستشارين على أنهم تقاضوا رشاوى فإنني عرضت علي رشوة مؤخرة رغم التحاق متأخر بغرفة الصناعة التقليدية. الرئيس عرض علي 60,000 درهم بمدينة تفلت، أقولها وأتحمل المسؤولية في ذلك. إذن أنا مسؤول عن كل كلامي أمام القضاء وأمام الرأي العام وأمام الصناع
فإنني أرافع باسم هيئة سياسية وهي الحركة الديمقراطية الاجتماعية. لم أدخل غمار هذا الحدث وأنا أعزل بقدر ما متسلح بمبادئ الحركة الديمقراطية الاجتماعية التي تخدم مصالح الصناع في جميع محطاتها. ليعلم الجميع أن صوت الحق ارتفع في ظل سياسة ملكية رشيدة يقودها جلالة الملك محمد السادس، فنحن أقول أنا ملكي أكثر من الملك، أنا ملكي أكثر من الملك، أحب الملك وأحب الأسرة العلوية الشريفة وأدافع عن حوزة الوطن بما ملكت إيماني من قوة. حياكم الله ورعاكم. الأقلام الحرة، الآلات الصوير الحرة، الميكروات الحرة، لأن الرئيس له ميليشيا صحفية تدخل بعض القاعات ويحرضها على ألا تأخذ آراء وتصريحات السادة المستشارين. شباب، انقلوها كما قلتها، انقلوها كما قلتها، ولما أدخل السجن فما عليكم إلا أن تمدوا ميكروهاتكم عبر القضبان. وتحية لكم وشكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم علي الذهبي، عضو بالغرفة الجهوية لجهة الرباط سلاق النطرة، رئيس لجنة ديال التكوين. من طبيعة الحال هادشي اللي شفتو الآن هو واحد العضو اللي تم الطرد ديالو من القاعة، وهذا يتيح للجمعية العامة أي واحد اللي كيخرب النظام الأساسي أو الداخلي ديال الغرفة، فكيكون يعني عند الحق الجمعية العامة على أنه بالإجماع زعما بالأغلبية، ما نقولش إجماع ولكن الأغلبية ديال الإخوة ارتأوا على أنه يخرج من القاعة، لأن هذا السيد هذا أولا هو عضو جديد، يعني تفوه بواحد العدد ديال الكلام وقال واحد العدد ديال هان الأعضاء ديال الغرفة ديال الجهة في واحد العدد ديال المواقع يعني الأوديوات، في واحد مجموعة ديال مجموعات الواتساب. كاين على مستوى الوطني كاين مجموعه وطنيه ديال اعضاء غرف الصناعه التقليديه بالمغرب، وهادشي مسجل عندنا ومحفظ وكاين، وكذلك المجموعه ديال الجهه ديالنا. يعني اتهم الاعضاء بانهم كيشدوا الرشوه، اتهم الاعضاء بانهم كيجيو للجمعيه العامه باش ياكلوا وجبه غداء بهذا الكلام هذا، اتهم الاعضاء بانهم يعني ما كيديروا ضعفاء وبؤساء، يعني قال واحد الكلام يهين هذه المؤسسة هذه اللي كتدير واحد المجهود كبير، لأن كيخص يعرف الجميع وعرف الرأي العام بأن احنا في غرفة الصناعة ديال جهة الرباط سلاق النطرة قبل ما عمر كان شي حاجة، ما كانش هذا الشيء اللي كنشوفوا اليوم، ما كاينش. يعني كنديروا هذا ماشي كنلوحوا الورد على الأغلبية ولا على الرئيس أو لا، لا، أنا راه كنت أنا لم أصوت على الرئيس في يعني في اول دوره اللي تنتخب فيها السي عبد الرحيم الزمزامي، انا لم اصوت اليه، يعني كنا حنا كان عندنا مرشح ديالنا، ولكن اليوم حنا في الاغلبيه نحن ندافع عن الصناع التقليديين، ندافع عن عن البرامج ديال الغرفه في اطار نظام اساسي واضح، الاختصاصات ديال الغرفه واضحه في ظل هذاك الضعف ديال الاختصاصات ديال الغرفة. رغم ذلك غرفة الصناعة التقليدية بجهة الرباط سلاق النطرة كتعمل واحد المجهود جبار وكبير، يعني المعارض كدار تقريبا على مستوى الجهة كاملة، واحد، جوج هو التكوين بشراكة مع الوزارة مع المديرية ديال 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 الصناعة التقليدية، كل اللي كيسمع الشراكة كيجيب له الله كيفاش الشراكة مع الوزارة وهي الوصية على القطاع، كيكون دائما الغرفة كتنفذ برامج اللي كيتفقوا عليها على مستوى الوزارة، كنتفقوا عليه وكنتم التنزيل ديالها يعني من طرف الغرفة على مستوى الجهة كاملة، بمعنى العمل كبير كيدار. وهذا الراجل هذا كيهين الأعضاء وكيهين العمل اللي كدير الغرفة، وأكثر من هذا هو التشهير بأمور غير موجودة. هو راه قال دابا قبل ما نتصرح راه قال كلام بأنه الناس تقاضات يعني كتقاضى يعني ما نعرف من تحت الطابلة باش كتجي لهنا باش دارت له هاد الشيء، وهاد الشيء ما كاينش بتاتا، كاين الرأي والرأي الآخر، والإخوان كيدخلوا عادي جدا تدخلات وماشي الابتزاز. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.